عم نحضر مناقشه مشاريع التخرج للدفعه الثانيه من الطلاب المتميزين ببرنامج الفيزياء التطبيقيه تقنية الليزر. شفنا عرض الطالب الاول وراح بعد شوي راح يتابعوا باقي الطلاب عروضا. المشاريع اللي عم تنطرح هي اعمال بحثيه الحقيقه قريبه لرسائل الماجستير نوعا ما، قريب بالمستوى العلمي وبالتعامل مع التجهيزات والبحثيه المخبريه. الطلاب اشتغلوا الجزء الاكبر من عملهم بالسنه الرابعه العملي والمشاريع بهيئه الطاقه الذريه. كان في تعاون كبير بين جامعه دمشق وهيئه الطاقه لدعم البرنامج المتميزين في الليزر وتدريب الطلاب تدريب نوعي على البحث العلمي وعلى التجهيزات المخبريه البحثيه. هلا نحن الدفعه الثانيه من البرامج الاكاديميه لهيئه التميز والابداع، نحن اليوم بعرض مشاريع التخرج ضمن برنامج علوم وتقنيه الليزر، ومقبلين على حفل التخرج وايضا على الايفاد الخارجي قريبا بعد فتره حوالي شهرين. التجربه كل ما انا عم تنضج بعد مرور الزمن عليها وعم تستفيد يفترض من الاخطاء اللي مرت فيها او من العثرات والتحديات اللي واجهتها. لهيك نحن حتى على صعيد المشاريع اللي عم ننفذها في تغييرات وعمليه وعلميه بالمشاريع عن الشيء اللي تم تنفيذه بالسنين الماضيه بالاستفاده وبالبناء على الشيء اللي اشتغلوا عليه زملائنا بالسنين الماضيه. حاليا نحن كطلاب بالتوازي مع شغلنا على المشاريع عم نشتغل على موضوع الافاده الخارجي للطلاب لروسيا الاتحاديه والى الهند وهنغاريا. اليوم مشروعي هو عن بناء ليزر صباغي، طبعا انا من فرع الليزر بيضمن انه تقني وشيء تطبيقي. مشروعي كان هو عن التقني، يعني انا ابني ليزر صباغي لاستفاد منه باهداف معينه. طبعا مشروعي تم بهيئة الطاقة الذرية وكان في دعم علمي مميز من دكاترة الهيئة أو من المخابر اللي اشتغلنا فيهم. المشروع اللي حقدمه هو عندي ملكية الجسيمات بالبلازما المحدثة بالليزر، هو هذا فرع هي تقنية بالأحرى بتستخدم بكثير من التطبيقات برا وكثير عم يصير في عليها بحث.